أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة وجولة جديدة من برنامجكم اليومي استوديو الإخبارية، معي أنا عزام لبيد على تقديم هذه الحلقة. ما بين هوايتي وإبداع تنتج أفلام قصيرة لها دور كبير في عالم السينما والفن، في الكثير من المهرجانات السينمائية والمسابقات الفنية لا بد من التوقف عند الأفلام القصيرة التي تغرس القيم والمبادئ في شباب هذا الوطن الكريم. خلونا نشوف هذا التقرير مشاهدينا ونرجع نعلق على هذا الموضوع ونتناقش مع ضيوفي الكرام. يقدم بعض من شباب هذا العصر محاولات جادة تمثل خطوة أولى ضرورية للتعبير عن الأفكار والرؤى التي يمكن تحسينها وتطويرها مستقبلا لتكون أعمالا مرئية جيدة من حيث إنتاج الأفلام القصيرة، حيث أن هذه الأعمال تضمنت أفلاما رائعة وملهمة وخطوة مهمة لاستشراف الأفكار والتطلعات تجاه قضايا المجتمع المصيرية ومحاكاتها عبر سيناريوهات ومواضيع الحوار والتعايش والوحدة الوطنية. ويكمن دور هذه الأفلام في غرس القيم والمبادئ في شباب هذا الوطن، ومن مزايا هذه الأفلام القصيرة أنها توصل الرسائل التوعوية بشكل مختصر وغير ممل، بعكس بعض الأفلام التي قد تكون طويلة ولا تصل رسالتها بالشكل المطلوب. للتعليق على هذا الموضوع مشاهدينا الأعزاء أرحب بضيوفي وضيوفكم هنا في استوديو الإخبارية، الدكتور علي الألمعي مدير التخطيط والسياسات في وزارة التعليم وكذلك المستشار في كرسي الأمير نايف للقيم الأخلاقية. دكتور علي حياك الله طال عمرك. الله يسلمك وحياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين. أمسيك بالخير. وكذلك طبعا الأستاذ طلال عائل المخرج والمنتج السينمائي، حياك الله أستاذ طلال. حياك الله، أهلا وسهلا. ومن الدمام طبعا ينضم إلينا الأستاذ أحمد الملا مدير مهرجان الأفلام السعودية، حياك الله أستاذي ومسيك بالخير. مساك الله بالخير أخوي عدنان والأخوة في الاستوديو، حياك الله طال عمرك. هي عزام وليس عدنان ولكن أبد اللي تامر فيه طال عمرك، حياك الله. دكتور علي، بداية أنت ذكرت لي، طبعا أنت مستشار في كرسي الأمير نايف للقيم الأخلاقية صحيح؟ نعم. وطبعا أنت ذكرت لي تحت الهواء بأنه الكرسي انطلق بأفكار جيدة حول الأفلام القصيرة وما إلى ذلك، أنا ودي أنك تشرح للسادة المشاهدين اللي أنت ذكرت لي إياه تحت الهواء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز للقيم الأخلاقية رحمه الله انطلق في جامعة الملك عبد العزيز بجدة لتعزيز وغرس القيم الأخلاقية في المجتمع. جميل. والتعريف بها وكذلك رصد حالة القيم في المملكة العربية السعودية. بدأ الكرسي كجانب علمي بتنفيذ عدد من المؤتمرات ثم إصدار عدد من البحوث وكذلك إقامة عدد من الندوات والتواصل مع فئات الشباب وهم أكثر فئة في المملكة العربية السعودية. أتى الكرسي بأفكار جديدة من خلال التعاون مع وسائل السوشيال ميديا فيما يخص الشباب، بحكم أنهم أكبر شريحة في المملكة العربية السعودية تتأثر بالإعلام، تتواصل مع الإعلام، وكذلك دور الأسري والدور التربوي والدور الاجتماعي كبير جدا، ولكن وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة أصبحت يعني واقع نلمسه في تأثيرها على الشباب. فانتقل الكرسي إلى أفكار جديدة هذا العام وهو يدخل مرحلته الثانية من خلال تصميم يعني مسابقات لتعزيز القيم الأخلاقية وكذلك توعية الشباب من خلال أفلام قصيرة هادفة تستطيع جميع وسائل الإعلام سواء الانستغرام أو تويتر أو الفيسبوك أو سناب شات أنها تتداولها وتنشرها بين الشباب من أجل بناء مجتمع قيمي في المملكة العربية السعودية. كيف تشوف تأثيرها دكتور؟ تأثيرها كبير جدا، ما لاحظناه من المقاطع التي تنشر على اليوتيوب من قبل الشباب سواء مقاطع كوميدية أو مقاطع كرتونية أو غيرها لها تأثير كبير جدا. أنا قبل أن أتي للاستديو كنت أتصفح بعض المقاطع إنشودة عن القيم شاهدها 70,000، وكذلك لاحظت أن بعض المقاطع عن القيم فيما يخص اليوتيوب يتابعها من 17,000 إلى 40,000 رغم أنها نشرت حديثا، وهذا الأعداد كبيرة جدا أكثرهم من الشباب، لأنه الشاب يستطيع من خلال الجوال من خلال الأيباد من خلال اللابتوب من خلال كذلك الأجهزة المنزلية للحاسب الآلي أن يتصفح المواقع الاجتماعية بسهولة، في الطائرة، في المستشفى، انتظار، في كذلك المدرسة، في الأجواء الاجتماعية، في الأجواء الأسرية أصبحت حتى تؤثر على الأسرة وسائل التواصل الاجتماعي من حيث أنه تشد الشاب أكثر من متابعته لأسرته. فاستهدفنا هذا الأمر بحيث أن نوصل رسائل في القيم
تبني وتعزز القيم لدى مجتمعنا السعودي. جميل جميل، الله يعطيكم العافية، مجهودات طبعا تذكر وتشكر طبعا. أستاذ طلال، لما نجي نتكلم عن مخرج ومنتج سينمائي سعودي، تاريخ الأفلام القصيرة، أنت أكيد أنك أنت يعني عارف الأفلام القصيرة وفروقات بين الأفلام القصيرة والأفلام السينمائية المطولة وما إلى ذلك. إحنا ما نبغى نخوض في هذا المجال الفني، ولكن نبغى نتكلم عن أنه إيش تاريخ الأفلام القصيرة عندنا في المجتمع السعودي. خلينا نقول أنه مثلا في 2005 أتكلم عن الأفلام القصيرة اللي لها صلة كبيرة بالنفس السينمائي والروح السينمائية. في 2005 بدأت موجة جديدة عندنا هنا في السعودية من شباب مهتمين بالسينما وبدأوا يصنعون أفلام. أوكي، الآن إحنا بما أننا في عصر الصورة، فمن بداية 2000 وإحنا انتقلنا لعصر الصورة بشكل أكبر، في 2006-2007 بدأت الحاجة إلى إنتاجات مصورة بمدد قصيرة لكي تنتشر، يعني تقريبا حاجة ملحة، لأنه الآن عصر تسارع الأفلام القصيرة أو رسائل القصيرة اللي ممكن يوجهها الشاب أو الجهة أو إلى آخره عن طريق فيلم قصير تكون أسهل وأيضا ممتعة للمتلقي. في جانب السينما، أنا لأنه أبغى أفصلها يعني قسمين، اللي هو الأفلام القصيرة كمدة والأفلام القصيرة اللي لها اشتغال بنفس سينمائي أو روح سينمائية واللي تشارك في المهرجانات وكذا، وهي اللي بدأت زي ما أقول لك في 2005 بدأت مشاركات في مهرجان أفلام الإمارات أول ما بدأ، وبعد كذا من 2008 بدأت مهرجان أفلام السعودية في المنطقة الشرقية، أستاذ أحمد موجود هنا أيضا معنا، وبدأت هذه الصناعة تأخذ أشكال مختلفة جدا، ولكن كلها بشكل جلسة التجربة تكون تراكمية وتتحسن بشكل كبير جدا يعني. جميل جميل. أستاذ أحمد، السؤال لك الآن فيما يخص مهرجان الأفلام السعودية، بدأ هو في 2008؟ نعم. طيب، النقلة النوعية اللي صارت من 2008 متى آخر نسخة كانت لكم؟ العام هذا ولا لا؟ قبل أسبوعين. جميل. كان هو ختام المهرجان في دورته الثالثة، وطبعا هو بدأ في 2008 دورته الأولى، وكان افتتح معالي الأستاذ عياد مدني وزير الثقافة والإعلام في وقتها، والدورة الثانية اللي هي العام الماضي في 2015، والآن هذه الدورة الثالثة. لكن طبعا هي بنيت على أن قبلها بعدد من السنوات كان هناك عروض سينمائية تتم خلال كل مساء يوم أحد في نادي المنطقة الشرقية الأدبي منذ 2006 حتى 2008، وبناء على هذا العرض الأسبوعي تشكل لدينا هذا التوجه، من حيث أن تلتقي رغبة الأخوة في إدارة النادي المنطقة الشرقية الأدبي مع جمعية الثقافة والفنون بالدمام يعني إطلاق أول مهرجان أفلام سعودية في ذاك العام. جميل. 2008. نعم. طيب أستاذ أحمد، لما نجي نتكلم عن الأفلام القصيرة تحديدا، بعيدا كل البعد عن أي نوع آخر من المنتجات السينمائية، يعني الأفلام القصيرة، هل لمستوا فروقات بين النسخة والنسخة في العمل السعودي فيما يخص طبعا الأفلام القصيرة؟ هل الجودة اختلفت، الأفكار اختلفت، الكتاب أصبحوا في وفرة في الكتاب، ولا لا زال الوضع من نسخة إلى نسخة بنفس الأسلوب والطريقة ونفس الجودة حتى؟ حقيقة أي توجه فني، أي عمل فني، أي إبداع، هو إذا وجد المناخ فإنه سينمو بشكل طبيعي وبشكل متسارع. نحن كمنصة لمنتجي وصناع الأفلام، وسميها منصة اللي هي مهرجان أفلام السعودية، نحاول تسريع أو تطوير أو توجيه على المستوى الفني وليس على المستوى أي مستوى آخر. ولاحظنا طبعا عندما كانت النسخة الأولى في عام 2008 كان هناك مستوى معين من جودة الأفلام، عام 2009 كان هناك تسارع في زياد عدد الأفلام وجودتها، لكن النسخة الثانية من المهرجان جاءت في عام 2015، وكان هناك فارق كبير حقيقة في المستوى الفني للمشاركات الفنية للأفلام القصيرة. هذا العام طبعاً
لأنها الدورة اللي اعتبرناها الدورة المباشرة التي أتت بعد عام واحد من الدورة الثانية، لاحظنا الفرق، لاحظنا أن هناك اهتمام معين، وهناك نستطيع أن نقيس يعني في بين الدورة الثانية والثالثة، لاحظنا أن مدى حاجة صناع الأفلام إلى بعض الوسائل، بعض الأدوات، صقلها وتطويرها، ووفرناها بشكل سريع في جانب الإنتاج، في جانب التمثيل، في جانب كذلك اللي هو الورشة الثالثة اللي هي السينماتوغرافي. ولكن اللي نلاحظ بشكل واضح تطور و يعني المبني على شغف كبير جدا من صناع الأفلام، سواء من الفتيات أو الشباب، وإصرارهم على التعلم، إصرارهم على البحث، إصرارهم على طلب المعرفة من مصادرها، وأنت تعرف الآن أن مصادر المعرفة مفتوحة، إضافة إلى أن يستخدمونها بشكل تقني وعالي الجودة في استخدام الإنترنت والاتصال السريع. لكنهم لاحظنا أن في الداتا الموجودة، المعلومات لدينا، أن هناك عدد كبير من حصل على تعليم أكاديمي خارج المملكة، وأعدادهم بالزياد، وأسماءهم معروفة، والآن يتشكلون بشكل قد يشكل ظاهرة. جميل جميل. طبعا مشاهدينا، نرحب كذلك بضيفي من جدة، الأستاذ فيصل الحربي، عضو اللجنة التنظيمية لمسابقة أخلاق الأفلام القصيرة. حياك الله أستاذ فيصل، يا هلا وسهلا. الله يحييك. الله يحييك أستاذ فيصل. كنا طبعا احنا في نقاش مع الدكتور علي الألمعي وكذلك الأستاذ طلال عايل ومن الدمام أستاذ أحمد الملا حول الأفلام القصيرة وإيش ممكن تقدم، إيش الفروقات. تكلمنا عن هذه بشكل عام، ولكن أنا خليني أدخل معاك في سؤال مباشر. الأفلام القصيرة عندنا في السعودية وثقافة التعامل معها، كيف تشوف المجتمع قاعد يتعامل مع الأفلام القصيرة؟ هل هو والله مقبل عليها؟ هل في إقبال ولا لا؟ والله الفيلم القصير ما في حبكة درامية، أنا ما أبغى فيلم قصير، أنا أبغى فيلم مطول وما إلى ذلك. كيف ثقافة الشعب قاعد تشوفها في عملية الأفلام القصيرة والتعامل معها؟ هو يمكن طبعا في الأول أمسي عليك ومسي على زملائي اللي في الاستوديو. حياك الله. الناس عندنا بيتعاملوا مع الموضوع على إنه شيء جديد، بغض النظر عن الأشياء الفنية أو الأشياء الصح والأشياء الغلط. لكن من ناحية الإقبال، الإقبال موجود، والرغبة الناس في إن هي تشوف التجارب موجودة. وأنا شخصيا كنت مشارك بفيلم من أفلامي في مهرجان أفلام السعودية من أسبوعين، وكانت الناس يعني بتعدي من قدام الجمعية بتكتشف إنه المهرجان موجود، فبتدخل تجرب فتشوف فتعرف فتحب الفكرة أو تحب فيلم أو فيلمين. فيعني لا، الإقبال موجود يعني، أو الرغبة موجودة. جميل جميل. طيب دكتور علي، دور الأفلام القصيرة في غرس القيم والأخلاق الحميدة لدى الأفراد، كيف ممكن احنا نعرف؟ يعني الان الافلام القصيره الكثير ممكن يقول لك والله انا الفيلم القصير هذا فيلم ممل ولا ما في فكره لانه قصير. يعني الثقافه هذه قد تكون موجوده انه هو قصير فبالتالي الفكره مش محبوكه، ما في حبكه دراميه، انا ما في قيمه راح اشوفها. يعني في ناس تقول هذا راي من اراء الناس وموجود ترى حقيقه. انا اتكلم، فايش دور الافلام القصيره في غرس مثل هذا النوع من الاخلاق الحميده والافكار والقيم وما الى ذلك؟ اولا الفئه اللي تخاطبها الافلام القصيره فئه الشباب. شباب الآن متجهين اتجاه كبير جدا للاطلاع على هذه الأفلام. وأنا أدعو زملائي المخرجين والمعدين والممثلين أن يلتمسوا القيم الأخلاقية في أداء أعمالهم الفنية، من أجل أنهم يكونون يعني عون للأعمال التربوية والأعمال الأسرية والأعمال الاجتماعية في تعزيز القيم وبناء مجتمع فاضل. عندما نتحدث عن الأفلام القصيرة، عندما تتحدث في هذه المسابقة أخلاق، أن عندنا قيم دينية، قيم ثقافية، قيم اجتماعية، قيم اقتصادية، قيم تربوية، كل هذه القيم عندما يتمثلونها سواء من يقدم الأفلام أو من يعدها ستكون لها أثر كبير جدا على المتلقي، وأكثرهم من الشباب ومن الأطفال. دور الأفلام القصيرة عندما نتحدث عنها كرسائل، أرجع لك إلى موضوع بسيط جدا وهو الكاريكاتير.
عندما تأتي على رسمة كاريكاتير تجدها معبرة جدا وممكن يكتب عنها مقالات طويلة في هذا الجانب. فما بالك نظام جديد وصل الآن للشباب من مقطع سناب شات ممكن أن يؤثر كثير جدا، فما بالك عندما يبنى فيلم بإخراج بعمل متقن. وأنا أدعو جميع الباحثين وكذلك جميع المخرجين والمعدين ومن يكتب سيناريو لأي فيلم أن يركز على هذا الجانب. كرسي الأمير نايف لو تسمح لي أعد أبحاث ضخمة جدا في هذا العمل لأمامنا، ممكن أنها يذكر منها مثلا قصص روائية أفلام. تدري خلينا نعلق على هذه الأبحاث لكرسي هذا الأمير نايف مع الدكتور كبير جدا. جميل. دكتور سعيد الأفندي المشرف على كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز للقيم الأخلاقية، حياك الله دكتور سعيد، مسك بالخير. اهلا وسهلا بكم، احنا كنا بالنور. حياك الله. احنا كنا في نقاش مع الدكتور علي ووصلنا لموضوع البحوث اللي تم نشرها من خلال كرسي الامير نايف للقيم الاخلاقيه، وانت الان معانا، علق لي على هالموضوع. يعني اسعد الله اوقاتكم بالخير والتوفيق، واشكر لكم اتاحه هذه الفرصه للمشاركه. حياك الله. والحقيقه ان يعني الكراسي البحثيه في الجامعات السعوديه تقوم بدور كبير في مجال البحث العلمي ومعالجة المشكلات المجتمعية وحلها. كرسي الأمير نايف أحد تلك الكراسي التي يعني تقوم بدورها في هذا الجانب. هذا الكرسي الذي أسسه وأنشأه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، الله يرحمه، عندما عرضت عليه الجامعة عدد من الأفكار والكراسي و المشاريع التي يمكن أن يتبناها سموه رحمه الله. وأتذكر توجيهه الله يرحمه ويغفر له عندما تحدث عن أنني أريد أن تقوم الجامعة بإنشاء كرسي يعنى بتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع. وقال في يعني ذلك اللقاء مع قيادات جامعة الملك عبد العزيز أنني وزير للداخلية في حينها، وأعرف أن المجتمع يمر ببعض السلبيات المجتمعية، حاله حال كثير من المجتمعات الإنسانية بسبب كثير من الأشياء التي دخلت على المجتمع من وسائل الإعلام وغيرها. وقال أنني لاحظت بعض الجوانب الأخلاقية التي أرجو أن تقوم الجامعة بدورها في تعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع ومواجهة بعض القضايا السلبية، واقترح رحمه الله على الجامعة تأسيس هذا الكرسي الذي مضى على إنشائه قرابة 4 سنوات، أجرى فيها العديد من البحوث والدراسات المجتمعية التي يعني نأمل أن يؤخذ بتوصياتها من قبل الوزارات المعنية والجهات التي تعنى بالشباب وبالمجتمع وبالأسرة. أعتقد أن المرحلة الثانية التي وجه بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وفقه الله، وهي المرحلة الثانية من كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز، لعلها تركز على الأنشطة والفعاليات أكثر من ذلك التركيز الذي كنا قد قضينا فيه 4 سنوات من البحث العلمي. وها هو النشاط الأول الذي يعني تتحدثون عنه اليوم، وهي مسابقة أخلاق للأفلام القصيرة التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها ونجد يعني ثمرة جهود هؤلاء الشباب والمخرجين والمنتجين والمتحمسين لهذا القطاع الهام، تنعكس في إخراج أفلام قصيرة فعلا تعنى بتعزيز القيم الأخلاقية في مجتمعنا وتواجه بعض الآثار السلبية التي يعني هي الأفلام القصيرة أداة من أدوات معالجة تلك الظواهر السلبية التي يعني طرأت على بعض شبابنا في مجتمعاتنا. يعني هذه بداية نستهل بها الـ4 سنوات القادمة من الكرسي، وإن شاء الله تعالى الفترة القادمة تكون مليئة بالأنشطة التي تعزز قيمنا الأخلاقية الإيجابية. دكتور سعيد تسمح لي عذرا على المقاطعة وتسمح لي أسألك، هل في شراكة بين الكرسي وبين عدد من الجهات، ولا إلى الآن لم تقم شراكة مع أي جهة من الجهات سواء كانت حكومية أو قطاع خاص؟ نعم، نحن طبعا يعني بمناسبة وجود أخي الأستاذ الفاضل الدكتور علي الألمعي، أقمنا وهو بالمناسبة أيضا مستشار لكرسي الأمير نايف بن عبد العزيز، أي معروف، أقمنا شراكة طبعا مع وزارة التعليم
من بداية عمل الكرسي الآن كانت شراكة ناجحة وقمنا العديد من الأنشطة سويا مشتركة. الآن سنقيم شراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم وتحدث معي أخي الأستاذ أحمد عيد في بدء مواجهة بعض السلبيات من التعصب الرياضي وغيره المنتشرة في الملاعب السعودية يعني التي ظهرت مؤخرا. لدينا أيضا شراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة ونحن بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع رجال الأعمال وصناع الأعمال في معالجة بعض القضايا السلبية الأخلاقية في وتعزيز القيم الإيجابية في فيما يتعلق برجال الأعمال. جميل. لدينا شراكة كبيرة طبعا فيما يتعلق الآن انتهينا مؤخرا من مع هيئة تقويم التعليم في تحكيم وتطوير ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم. جميل جميل. ولعله إن شاء الله يصدر قريبا مع هيئة تقويم التعليم. جميل. حاولنا طبعا التواصل مع العديد من الجهات والفترة القادمة ستشهد إن شاء الله بدعم وتوجيه من سمو ولي العهد ومن إدارة جامعة الملك عبد العزيز العليا الموفقة الحقيقة اللي دعمت كل أنشطة الكرسي إلى تحقيق المؤمل منه بإذن الله تعالى. جميل جدا. دكتور سعيد الأفندي يعطيك ألف عافية وشكرا على مشاركتك معنا، يعطيك العافية. أستاذ طلال، يعني نجي الآن نتكلم على المسائل شوي فنية. لما نتكلم عن الفروقات بين الإنتاج الفيلم السينمائي الطويل وإنتاج فيلم سينمائي قصير، خلينا نسميه سينمائي قصير، من ناحية إيصال الفكرة، إيصال المعلومة، إيش الفروقات بين الاثنين؟ طبعا المنطقة الفنية اللي يشتغل عليها الفيلم القصير منطقة شوية معقدة، لأنه أنت عندك وقت معين وتبغى توصل فيه الفكرة، بينما الوقت الفيلم الطويل عندك الاستغلال على الوقت بشكل أكبر بحيث كل عناصر الفيلم تأخذ مجراها طبيعي حتى إيش يستوعبها المشاهد ويتعامل معاها ويشوف الفيلم بشكل كامل. فاللي صاير في الفيلم القصير لا هو يعني الاشتغال على الموضوع الفني دائما هو يعني الفاصل في العمل الفني بالنسبة للفيلم القصير السينمائي. طبعا في إيصال المعلومة الفيلم القصير أصعب من الطويل، صح؟ أصعب من الطويل أكيد، لأنه أنت قد ما فيك في وقت قصير تبغى تختزل عدة معلومات أو عدة رسائل أو عدة أحداث في وقت قصير جدا وتكون مقنعة للمشاهد ويستطيع التفاعل معها. جميل. أستاذ أحمد، لما نجي نتكلم عن في آراء تقول بأنه المخرجين والمنتجين السينمائيين للأفلام القصيرة أو غيرها في السعودية وكذلك الكتاب بعيدين كل البعد عن ما يؤلم المجتمع وبعيدين كل البعد، طبعا هذه آراء مش رأيي أنا، هي آراء أنا أنقلها لك عشان أخذ ردك. يقولون بأنه أنتم بعيدين عن المجال التربوي، بعيدين عن التطوير، بعيدين بعيدين بعيدين، إيش ردك؟ شكرا عزيزي. فقط في شغلة سأجيب على هذه النقطة، لكن في شغلة أبغى أوضحها في حول حديثنا المستمر الذي سبقني. لابد أن نفرق بين العمل الإبداعي والعمل الموجه، العمل التوعوي، العمل المقصود فيه الرسالة المباشرة أن تحقق ذاتها بشكل سريع. نتحدث هنا عن مهرجان أفلام السعودية الذي يعنى بالجانب الإبداعي ليس عنايته بالجانب الإعلاني. كثير من حتى في الأوساط عديدة يخلطوا بين الجانب الإعلاني والجانب الإبداعي. هناك إبداع في الإعلان صحيح، لكن الإعلان عندما يدخل في إحدى الأفلام فإنه يتحول إلى رسالة مباشرة وواضحة المباشرة، تفقد كثير من 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 تلقائيتها وعفويتها وإبداعها الجمالي. وإذا كان هناك من يعني من الأخوة يعني يقول مثلا أن 50,000 مشاهدة لفيلم توعوي مثلا، نقول مثلا هناك فيلم من أفلام الشباب الإبداعية مثلا حقق 1.5 مليون في خلال 6 ساعات مثلا في يوم واحد، يعني في 6 ساعات الأولى يعني 1.5 مليون، يعني مثل مينوبولي مثلا لبدر الحمود يعني وعندما نزل على اليوتيوب. وكثير من أفلام الإبداعية يعني يصعب عليها أنها تنزل في اليوتيوب مباشرة، تحتاج إلى 2 أو 3 سنوات حتى أنها تدور على المهرجانات تشارك في هدفها الأساسي ثم تقدم في اليوتيوب ثم تبدأ دورتها الحقيقية المباشرة مع كثير من المشاهدين بشكل أرقام كبيرة جدا. يعني
الآن ممكن أرجع للسؤال اللي يلا سم متذكره ولا عيد لك إياه؟ يا ليت تذكرني. طيب أبذكرك فيه أستاذ أحمد. هو السؤال كان أنه في الكثير من الآراء تتهم المنتجين والمخرجين السينمائيين في السعودية والسعوديين وكذلك الكتاب بأنهم بعيدين كل البعد عن ما يؤلم المجتمع، بعيدين كل البعد عن العملية التربوية، التثقيف وإلى آخره من هذه النقاط اللي هم يقولون ويتهمون طبعا، وهي آراء ليست صحيحة وليست خاطئة ولا نتبنى شيء، ولكن هذه الآراء تقول والله أنتم بعيدين. إيش رأيك؟ يعني هنا الآراء يحق لك جميع الآراء أن تقال، صح. ما في شك، صح. لكن من تجربة مباشرة، من عمل مباشر من 2006 حتى اليوم، من مشاهدة لكل الأفلام التي شاركت، حتى الأفلام التي لم تقبل في المهرجانات كنا نشاهدها، من السيناريوهات التي كتبت للمسابقات، وحن تعرف أن لدينا كانت العام الماضي وهذا العام يعني أكثر من 300 سيناريو مكتوب لم ينفذ، وتابعناها وقرأناها واخترنا ما يناسب المسابقات ودخلوا فيها. أنا أقول أن هذا حقيقة تجني على 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 شبابنا، شبابنا أبناء اللحظة، أبناء اللحظة الراهنة، أبناء المجتمع، وهم أكثر من يستشف ويستطيع أن يوصل بلغته السينمائية والبصرية همه الإنساني والاجتماعي وحتى الكوني. لاحظنا أن هناك أفلام كثيرة في مهرجان أفلام السعودية تتحدث بهذا الشكل عن القضية الذاتية وحتى القضية الكونية، عن قضايا المدينة حتى عن قضايا القرية، حتى قضايا الشخص الفرد وحتى قضايا المجتمع. لم يكن هناك يعني فيلم كأنه نازل من الفضاء الخارجي وكأنه فيلم غير مبتور أو منبت الصلة عن المجتمع على الإطلاق. كل جميل. الأفلام كانت والسيناريوهات التي نقرأها. الإشكال يحدث أحيانا في مسألة الأدوات، عندما تتناول الأدوات كثير من القضايا قد يعني احنا نعرف ان الخامه هذا الفعل الابداعي، هذه المجال طري العود يحتاج الى تطوير، يحتاج الى 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 تشجيع، يحتاج الى منصات عديده وليست منصه واحده مثل مهرجان افلام السعوديه بالدمام للعرض والتداول والنقاش وال يعني طرح الافكار على مستوى علني واضح امام الجمهور. القضيه هي هنا نحن نعرف أن لقطة في 10 ثواني تكفي عن خطاب إعلامي ضخم جدا يعني، وأنتوا أدرى بذلك، صح. في عملكم المهم التلفزيوني. جميل. طيب أستاذ فيصل، أنت عضو اللجنة التنظيمية لمسابقة أخلاق للأفلام القصيرة، تكلم لي عن هذه المسابقة شوي، عطي للمشاهد صورة عنها. هي مسابقة تحت رعاية كرسي الأمير نايف للقيم الأخلاقية، وهتقام في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وفي مركز الملك فيصل في الجامعة. جيد. وإيش اللي تبغوا توصلوه من خلال هذه المسابقة؟ باب الاشتراك فتح تقريبا. سم فتح تقريبا من شهرين فاتوا، والإعلانات كانت في الجرائد وعلى حسابات المسابقة يعني على تويتر. وإيش اللي تبغى توصلوا له من خلال هذه المسابقة؟ المسابقة بتركز أكثر. سم أيوة، على إيش تركز؟ أيوة جايك. هو لأنه الصوت يبدو أنه متأخر، أكثر على الأخلاق. على الأخلاق بشكل عام، وأنا يعني بثمن وبأكد على كلام أستاذنا أستاذ أحمد الملا أنه الشيء التوعوي المباشر أو الشيء الإعلاني ممكن يفقد الفيلم إبداعه، وكون أن المسابقة أو المسابقة اللي أنا شغال فيها اسمها مسابقة أخلاق، لو فتحوا الويب سايت حق المسابقة هيلاقوا انه احنا واخدين الاخلاق بمفهوم تاني مختلف،
مفهوم واسع وكبير وتقريبا بنتكلم في كل شيء ومدينها مش حرية إلى حد ما كبير إنه ممكن يختاروا مواضيع معينة مرتبطة بالأخلاق. وإحنا بنحاول زي ما نقول يعني نستخدم المفهوم الصح للأخلاق أو المفهوم الكبير الواسع للأخلاق بعيدا عن الرتابة والنمطية والشكل المباشر زي ما أستاذ أحمد قال. وبالعكس يعني في أفلام اللي كانت موجودة في مهرجان أفلام السعودية قدمت عندنا في المسابقة ونتمنى التوفيق إن شاء الله. طيب يعني دكتور علي لما أنا أجي أسألك وأقول لك استخدام الأفلام القصيرة تم استخدامها كأداة للتوعية للتثقيف صحيح، إيش اللي توصلتوا له إلى الآن من باب تغيير الثقافة والتوعية عن طريق استخدام الأفلام القصيرة كأداة؟ أي أفلام أو أي توجيه توعوي أو غيرها له منحين، أما يحذر من سلوكيات نريد أنه يتجنبها الشباب في هذه المرحلة من عمره، أو أن نريد أن نعزز ونحث على قيمة معينة بدأت تنحصر في المجتمع، مثل خلنا أضرب مثال بقيم اقتصادية مثل قيمة المحافظة على الممتلكات العامة والمرافق أو قيمة الادخار أو كذلك قيمة تخفيض استهلاك التيار الكهربائي أو المياه وغيرها. هذه القيم عندما نريد أن نعززها في شبابنا تحتاج إلى وسائل حديثة تتوافق مع جيل الشباب. عندما نتكلم عن قيم اجتماعية مثل الاحترام لكبار السن، مثل العطف على الصغار، مثل كذلك قيم الصدق الأمانة وغيرها، تحتاج إلى أساليب حديثة. عندما انتقلنا في المجال الإعلامي من الصحف الورقية إلى الصحف الإلكترونية اليوم نحن ننتقل من الكتب ومن القصص التي كانت تقدم للأطفال إلى أمر جديد جدا، وهو أن نستخدم الوسائل الحديثة اللي الشباب يتعلقون فيها ولهم اهتمام فيها. ما يتم الآن بإذن الله تعالى هو بداية لوسائل جديدة، سواء من خلال إنستغرام، سواء من تويتر، سواء من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للوصول إلى الشباب، لمحاكاة الشباب لغتهم. جميل، أنت ذكرت لمواقع التواصل الاجتماعي، احنا عملنا استفتاء على موقع تويتر وكان الاستفتاء من وجهة نظرك كيف ترى الإقبال على مشاهدة الأفلام القصيرة؟ كان في ثلاث خيارات، الخيار الأول مرتفع، الثاني متوسط، والثالث ضعيف. مثل ما نشوف الآن ضيوفي والسادة المشاهدين نشوف النتيجة، مرتفع 42%، 43 أعتذر، وطبعا كذلك لما نجي نتكلم عن ضعيف 30% ومتوسط 27%، يعني متوسط 27% ضعيف 30%. أنا الآن أبغاك يا أستاذ طلال تعلق لي على هذا الاستفتاء أنت وكذلك الأستاذ أحمد، لأنه في سؤال راح أسألكم إياه لأنه يبدو أنه أنت عندكم كلام تبون تقولونه. أوكي، هذا يدل على أنه الحين في يعني رغبة زي ما قال الأستاذ فيصل وفي إقبال يعني شديد جدا على الأفلام بشكل عام. الأفلام القصيرة لأنه هي أكثر منطقة يشتغلون فيها المخرجين السينمائيين هنا عندنا في السعودية، ودائما كانوا يسمعون أنه والله المخرجين شاركوا في مهرجانات، شوية كذا في خبر في الجريدة أنه والله أخذ جائزة أو أخذ إلى آخره. فأكثر كان سؤال نواجهه أنه فين نقدر نشوف الأفلام هذه أو إيش المنصات اللي ممكن نشوفها، وبما أنه ما في السينما عندنا فما في، نقول لهم ما نقدر إلا، وخاصة أنه المهرجان الفيلم بشكله السينمائي لازم يأخذ دورته من المهرجانات حتى يعرض. الآن صار في منصات داخلية، وكمان على ختام مهرجان أفلام السعودية سمعنا توجيه للأستاذ الوزير الطريفي أنه مهرجانات في كل مدن المملكة ومهرجان دولي في الرياض، هذه توفر منصة حتى المشاهدين هؤلاء أو هالإقبال المرتفع على مشاهدة الأفلام السينمائية تكون لها أماكن متاحة يستطيعون فيها المشاهدة وأيضا التداول حولها يعني. طيب الآن أستاذ طلال يعني سؤالي لك بحكم أنك أنت مخرج ومنتج سينمائي سعودي ونفخر فيك كثير تأكد، يعني إيش اللي ينقصكم من منبر استوديو الإخبارية؟ أبغاك توصل صوتك، إيش اللي ينقصكم أنتم؟ يعني على إحنا إذا جينا نتكلم على مستوى الصناعة وإذا جينا نتكلم على مستوى السينما كفن يجمع الفنون جميعها، على مستوى الصناعة طيب. إحنا أولاً لابد أولاً تكون للسينمائيين أو للحركة السينمائية أو هذا الاهتمام اللي جالس يجوب العالم ويحصل على جوائز باسم المملكة أن تكون له مظلة تتبناها الحكومة هذا بشكل رسمي، أنه يكون لها أيضاً دعم للإنتاج. متى تصير في صناعة؟ لما تكون أيضاً عندنا صالات،
صالات السينما حتى تعرض هذه الأفلام، لأن المنتج ما يبغى يحط أو يضخ مبلغ مادي في مقابل أنه الفيلم يروح مهرجانات فقط، لكن بينما أنه لو هذا الضخ الضخم اللي يروح لدور مثلا الخليج في مشاهدة السينما، الضخ داخل البلد حتى على مستوى اقتصادي وعلى مستوى إلى آخره، راح هنا تنمو الصناعة، وبالتالي هم يعني يكون بينهم تناسب طردي. طيب أستاذ فيصل العتيبي، مخرج أفلام وثائقية والفائز بجائزة في مهرجان الأفلام السعودية، حياك الله أستاذ فيصل. يا هلا وسهلا، مسي عليك وعلى الزملاء في الاستديو وعلى جميع المشاهدين. أولا مبروك. الله يبارك فيك طول عمرك. ثانيا احنا طبعا على العجال لأنه الوقت ضيق وكسبناك، وزين أنك كسبناك. كنت أنا أسأل بأنه وش ينقص المنتجين السينمائيين والمخرجين السينمائيين السعوديين وكذلك الكتاب، يعني وش ينقصكم في هذا المجال إذا كنتم راح توصلون صوتكم عبر منبر استوديو الإخبارية؟ أنا ما أعتقد أنه في منتجين بالمسمى الصحيح أو بالشكل الصحيح، في مخرجين نعم، في سينمائيين، لكن إحنا ينقصنا الصناعة بشكل كامل يعني بجميع أسرها، يعني التعليم، التدريب، البنية التحتية، الدعم المادي، هذه كلها أشياء غير متوفرة حقيقة. يعني أنا ما حقيقة ما سمعت الحلقة وما دار الحوار مع الضيوف الكرام، لكن الموجود حاليا هو اجتهادات فردية، يعني أفلام غالبا تنتج بشكل خاص وبشغف من الناس المحبين لهذا المجال. ما في مظلة تجمعكم؟ والله هذا اللي نتمنى، هذا أول شيء نطالب فيه حقيقة يعني. طيب الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا على مشاركتك معنا اليوم، شكرا. أستاذ أحمد السؤال لك كذلك، إيش ينقصكم؟ الأستاذ أحمد موجود؟ أيوة معك. سم. سؤال لي؟ إيه السؤال لك؟ إيش ينقصكم؟ الآن جاء دورك. أنا أتصور أنها حقيقة يعني من وجهة نظري يعني أعتبر نفسي منشط ثقافي، يعني أنا أشوف أن الأخوة الشباب عندهم الكثير الذي يعطونا أكثر من أن الذي ينتظرونا، يعني الكثير الذي يقدمونه للبلد، يقدمونه لزملائهم، يقدمونه لأمل للمستقبل. جميل. حقيقة يعني هم في يدهم أدوات يعني تمنحنا الكثير، وقدر ما قدمنا لهم لا نستطيع أن نوفيهم، لأنهم فيلم قصير يذهب إلى آخر مكان في العالم، يتحدث عن مئات الخطابات والرسائل التي ممكن يصرف عليها الملايين، وهو فيلم لا يقصد أصلا هذه الرسالة بقدر ما أنه قدمها بشكل حقيقي وإنساني وعمل إبداعي في فرضيتها الأولى. زملائنا ينتظرون المقرات لعرض تحترم الفيلم، يعني أقصد أن يكون الفيلم جيد للعرض وليس مثلا على أدوات بسيطة وما يسمى صالة سينمائية. يحتاجون إلى الجانب الأكاديمي، يحتاجون إلى مؤسسات تقدم منح معلومة ومعروفة ومتفق عليها سنوية وطوال العام من أجل الإنتاج. العمل السينمائي هو عمل جماعي، هو يحتاج إلى صناعة كبيرة جدا، يعني أدوات عديدة تشارك فيها، إضافة إلى أنها يحتاج لها دعم مادي كبير. يعني إلى الآن الشباب أنا أقولهم منحونا الكثير، لأنهم يعني أقول 99% من صناع أفلامنا من بدأوا إلى اليوم وهم ينتجون على حسابهم الشخصي، يقتطعون من رواتبهم، يقتطعون من لقمة عيشهم من أجل أنهم يقدمون أفلام تسعدنا وتقدم صورتنا الجميلة على مستوى العالم. يبدو أنك لمست الجرح أستاذ أحمد، لأنه الأستاذ طلال عندي هنا قاعد يهز رأسه أنه كلامك صحيح 100%. يعطيك العافية أستاذ أحمد الملا، وشكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا اليوم. شكرا. وعلى تواجدك معنا اليوم، شكرا. شكرا. طبعا كذلك الشكر موصول لك دكتور علي الألمعي، يعطيك ألف عافية وشكرا. الله يسلمك. بس أنا عندي طلب من الزملاء المخرجين. سم. اللي بيشارك في المسابقة هم طلاب وغير طلاب، فهم بيتميزون كغير طلاب بحكم تخصصهم، ولكن الأفلام اللي يقدمها الطلاب ودي يشجعونهم ويحثونهم ويتبنونهم من أجل أن يكون عندنا جيل يوصل الرسالة الإعلامية الهادفة من خلال القيم. شجعوهم.
شجعوهم اكيد احنا هذا وعد ترى على الهواء مره ان شاء الله يعني بالعكس باذن الله وشكرا لكم شكرا الله يعطيك العافيه وكذلك طبعا الشكر موصول لك استاذ طلال عايل يعطيك الف عافيه وشكرا فيصل الحربي شكرا جزيلا لك ويعطيك الف عافيه وكذلك طبعا الشكر موصول للمداخلات الهاتفيه استاذ فيصل العتيبي دكتور سعيد الافندي الكل مشكور ويعطيكم الف عافيه على المشاركه اليوم وعلى اثراء محتوى حلقتنا لها اليوم وموضوعنا لهذا اليوم مشاهدينا خلال عام واحد قصتين متشابهتين كلاهما عنونت بوفاة طالب اختناقا بسبب إهمال سائق النقل المدرسي لازلنا نذوق مرارة العشوائية في اختيار قائدي تلك الحافلات بين تهور بالقيادة وترك أبنائنا يختنقون بالداخل اليوم تمت الصلاة على الطفل نواف السلم الذي كان ضحية لإهمال قائد حافلة مدرسية تركه نائما بالحافلة فاختنق وفاضت روحه البريئة لمولاها عز وجل للتفاصيل خلونا نشوف حدثت خلال الأيام الماضية قصتين متشابهتين تمثلت بوفاة طالبين اختناقا بسبب إهمال سائقي الحافلات المدرسية التي تنقل طلابنا وطالباتنا لمنازلهم استهتار وعدم مبالاة من هؤلاء السائقين وهم يحملون معهم أرواح أطفال أبرياء ينتظرهم أهاليهم في المنازل ويفجعون بعدم عودتهم هذا حادث مؤلم لنا كلنا ولا يرتضيه أحد وكل الطلاب في جدة وفي المملكة هم محل عناية ورعاية وما حدث للطالب هو محل اهتمام محل تحقيق من الجهات الأمنية وأيضا من لجنة مكونة من إدارة التربية والتعليم وحريصين على محاسبة من يثبت تقصيره البعض قال أن هذه العشوائية لقائدي تلك الحافلات سببها التهور بالقيادة وعدم الالتزام بالأنظمة المرورية التي ساهمت في وفاة الطلاب هنا نتساءل من المسؤول عن وجود هؤلاء السائقين المتهورين ولماذا لا يكون هناك متابعة لهم أو إيجاد سائقين منضبطين وملتزمين بالأنظمة والقوانين لحفظ سلامة طلابنا وطالباتنا من هذا الإهمال حادثة مؤلمة بكل المقاييس يعني حقيقة نحن نتألم وهي الحادثة الثانية في عام واحد حرام والله العظيم أخوي ماجد السلمي خال الطالب المتوفي حياك الله أهلا وسهلا الله حياك وبارك أحسن الله عزاكم أولا وعظم الله أجركم الله يجزاكم كل خير رب العالمين أستاذ ماجد أنا طبعا الآن يعني بكل مصداقية وشفافية ووضوح منبر استوديو الإخبارية دائما في خدمة المواطن وأنتم طبعا أحد الركائز الأساسية والمهمة لنا في قناة الإخبارية بشكل عام أو بشكل خاص استوديو الإخبارية إيش اللي صاير عطينا القصة الله يخليك بسم الله الرحمن الرحيم أولا والله نواف خرج الصباح يوم الأحد مع الباص طبعا يخرج بدري مع صلاة الفجر أو مع الصلاة على طول توجه للمدرسة هو وأخوه أخوه في المرحلة المتوسطة طبعا نزل أخوه راح الفصلة ونواف راح المرحلة الابتدائية لكنه ما نزل بالباص صاحب الباص قفل الباص على نواف ودخل المدرسة لأنه سايق باص أصلا حتى المدرسة مكلفته بعمل ثاني في إشراف في أحد الأدوار في المدرسة لما خرج أخوه الكبير طلال على واحد نص الظهر حصل النظارة والكتب حقت نواف مرمية في الباص سأل عن أخوه قالوا في المدرسة لما ذهب قالوا لا خلاص خذ الرقم هذا وارجع للباص والباص يوصلك للبيت أهلك أعطوه الكتب أعطوه الجزم الله يكرمك والنظارة حقت أخوه قالوا توكل يعني حتى ما في إنسانية أنه أحد يقدر يأخذه يوصله البيت أهله أو نواف غايب عن المدرسة طيب أنت كمدير مدرسة كمشرف تعليمي يعني بصراحة إهمال شكل منع الواحد إيش يسميه أستاذ ماجد إحنا قاعدين نشوف الآن صورة الطالب على الشاشة يعني حرام والله حرام اللي قاعدين نشوفه حقيقة والله حرام. إيش كان رد وزارة التعليم ما في من الوزير ما
ما في صراحة ما في تواصل. ما في أي تواصل، ما في أي اتصال، ما كلموكم؟ لا لا، أنا بصراحة حمله وزير التعليم للأمانة، لأنه كعلى رأس الهرم الإداري. الحكومة ما قصرت، الملك سلمان الله يحفظه ولي العهد، ولي العهد ما قصروا، صح، حط وزير وعين ودفعوا أموال ودفعوا 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 ودفع. لكن إذا كان من أعمل العقوبة ساء الأدب صراحة. أنا حمل الوزير شخصيا لأنه ما في متابعة. نفس اليوم اللي كان في النواف كانت فيه لجنة من إدارة تعليم جدة، إيش اللي سوت اللجنة؟ جاء لفوا في المدرسة دقيقتين ومشى، وشربوا فنجال قهوة ومشى. لا حول ولا قوة. يعني لو أحد لو معلم الفصل، لو معلم الفصل شاف الغياب واتصل على أبوك ولا اتصل على الأرقام الموجودة عندهم من الساعة 7:30، كان النواف إذا ربي ما أراد كان يلحقوا على شيء. طيب احنا طبعا استاذ ماجد كذلك معانا يعني من جدة المحامي محمد القرني. استاذ محمد حياك الله معانا على التليفون، اخونا ماجد السلمي خال الطالب المتوفي. اول شيء انا ارحب فيك، ثانيا وش الحقوق اللي ممكن يطالبون فيها اسرة نواف الطالب المتوفي الله يرحمه؟ حياك الله اخي الكريم، ارحب بك وبالسادة المشاهدين، وأبلغ عزائي لأهل المتوفي الطفل المتوفي رحمه الله، عظم الله أجرهم وحسن الله عزائهم. إيش الحقوق في الحقيقة يعني؟ معليش في مشكلة في الصوت. سم لا لا تسمعني الآن، بس الصوت متأخر. أستاذ محمد إيش الحقوق اللي ممكن يطالبون فيها ذوي المتوفى؟ في الحقيقة الموضوع من شقين، في شق يختص بالحق العام وشق يختص بالحق الخاص. أما الحق الخاص فالموضوع، معليش يا أخي الكريم ترى في مشكلة قوية في الصوت. الله احنا نسمعك طال عمرك، احنا نسمعك ولكن راح نعدلها ونرجع لك مرة ثانية. أخوي ماجد أنا برجع لك الآن وانت إلى الآن معايا على الخط، يعني هل مدير تعليم منطقة جدة تواصل معاكم؟ هل في معلم تواصل معاكم؟ هل في احد جاء وسلم عليكم وقدم واجب العزاء؟ لا والله، اول ما اول نواف لحد الان يعني في الثلاثة لسه ما دفن. طيب بس ما في تواصل؟ ما في والله، ما في اتصال. انا كنت اول من حضر للمستشفى، كان المدير الموجود كل ما نكلم مدير المدرسه نكلمه يقول انا ما اتكلم مع احد. أنا اتصلت في المدير نفسه أكثر من 20 اتصال وأنا في الطريق للمدرسة ما يرد علي. طيب وأنت رحت قابلته التقيت فيه؟ لا إيه نعم، كنت بتكلم معاه يقول أنا ما أتكلم معه. شلون يعني ما أتكلم معك؟ يتكلم معي؟ ما لا ما أتكلم، أتكلم بين الشرطة بس، يعني أتكلم مع الجهة الرسمية حق الشرطة. طب ما أنت مدير المدرسة اللي حصلت فيها هذه المصيبة، إذا ما راح تتواصل مع ذوي المتوفى مين اللي يتواصل معاهم؟ والله لو كان المدير المدرسة في يعني على مراقبة وعلى متابعة ويعرف إنه في أحد بيعاقبه ما كان أهمل نواف. وأنا ما يعني نواف الله إن شاء الله ربنا يرحمه وشفيع لأهله، ولكن أنا أتساءل من الضحية القادمة، هل في ضحية قادمة؟ هل يرضى على نفس الوزير؟ أنا أتساءل صراحة الوزير نفسه، هل يرضى على ابنه؟ الوزير نفسه هل يرضى إن هذا، هل يرضى الوزير لو حط نواف ابنه ما صار شيء؟ ما احد يرضى، والله ما أحد يرضاها على ابنه أخوي. والله لا ما أحد يرضاها، خلاص أنت لا ترضى على بنات آخرين. طيب خليك معنا، انت كوزير على راس الهرم اللي يداري في وزاره التعليم لازم تكون انسان حازم، لازم يكون المواطنين والوزراء والصغير والكبير كلهم عندك سواسيه، ما في تفرقه. صح صح. طيب احنا في مدارس البحر الاحمر لما كان الدكتور عزام الدخيل الله يذكره بالخير ثاني يوم اصدر قرار بتكفير المدرسه. طيب ثاني يوم. طيب اخوي ماجد يا رجل الوزير نفسه ما كلف احد من الوزاره لا وكلاء ولا غيره يرفع سماعه ويتصل. والله غريب، والله غريب. يعني هذا اهمال صراحه، اهمال الوزير نفسه. انت ما انت تتابع لا تتابع من مكتبه، كنت جاهز ترفع التليفون السماعه. ومدير المدرسه يقول انا مالي كلام معاكم، لي كلام مع الشرطه وتكلموا مع الشرطه. نعم يقول تكلموا مع الشرطه، انا ما اتكلم معاكم. والله غريبه، هذا تقصير واضح. انت عندك طلاب يحضرون لما تشوف القيادة عندك ليش ما ترفع السماعه على
أهل الغائبين. لو تم تحضير الطلاب الساعة 7، اللي حصل حصل، الله يرحم نواف، ولكن لو تم تحضير الطلاب الساعة 7 ولا 7:30 الفصول وعرف بأنه الطالب هذا متغيب ورفعوا السماعة على ولي أمره، رولي أمره قال لا ابني ركب الباص ركب الحافلة، خلاص معناها هو وين؟ في الحافلة. نفتح الحافلة ونطلع الرجل. الولد أخرج كتاب لما فتح الباص، مخرج كتاب من من الشنطة حقته، جالس يهوي على نفسه في الباص. حسبي الله. مرمي الكتاب موجود في الباص مرمي. طيب أخوي ماجد خليك يعني معانا على خليك معانا على الاتصال. خليك. قديش الولد يتعذب حتى قديش الولد يتعذب. خليك معانا على الاتصال، خلينا نشوف بس شوية معلومات وإحصائيات ونرجع بعد كذا نحاول إنه ناخذ تعليق من المحامي محمد القرني فيما يخص حالتكم. راح نتواصل معك، خليك معانا على الخط. خلونا نشوف مشاهدينا هذه المعلومات ونرجع لكم. طيب استاذ محمد من جديد، استاذ محمد القرني معانا وتسمعنا ولا لا زال الخلل موجود؟ اسمعك. نعم. طيب الله لا يهينك، بس على عجاله ما عندي الا 3 دقائق وانا والله ودي اقدم الفائده المرجوه من هذه الفقره. على عجاله، ايش الحق اللي ممكن يطالبوا فيه اسره الطالب نواف السلمي الله يرحمه؟ اولا تكييف الموضوع، لابد انه ما نكيف الموضوع على انه قتل خطا. قتل بالنسبة للقتل الخطأ إذا لم تقترن فيه أي، إذا لم يعني لم يقترن فيه أي شيء يتعلق بإهمال أو تقصير، أما إذا تعلق بالإهمال والتقصير نقله من قتل الخطأ إلى قتل خطأ إلى قتل شبه العمد، وهنا تكون الإرادة الملكية سجن لمدة 5 سنوات على الجاني المباشر. لابد من يعني عبء على المحقق أن يوسع دائرة الاتهام وأن يدخل الاشتراك الجنائي، مبدأ الاشتراك الجنائي للمسؤولين عن الموضوع في المدرسة. طيب أستاذ محمد الله يعطيك العافية. أما بالنسبة للحق الخاص فمبلغ 300,000 ريال الدية. طيب يعطيك ألف عافية أستاذ محمد، شكرا، يعطيك العافية. أخوي ماجد أهلا. طبعا أنت الآن سمعت بعض ما قاله الأستاذ محمد القرني المحامي، وصلك الصوت وسمعت ما قاله ولا لا؟ نعم. طيب أخوي ماجد، أنت الآن يعني أحسن الله عزاكم مجددا والله يرحمه، واللي صار صار، ولكن احنا راح نتابع معاكم بشكل يومي عبر استوديو الإخبارية، وراح نعرف ايش المستجدات معاكم بشكل يومي، يوم بيوم ومستجد بمستجد، ونحاول قد ما نقدر انه احنا نقوم بواجبنا ومسؤوليتنا اتجاه مجتمعنا بانه نوصل اصواتكم. وزارة التعليم لابد انها تتكلم معاكم، وزير التعليم لابد انه يصدر قرار، لابد يكون في رد فعل. تأكد بانه ان شاء الله في حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبوجود ولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان، الحق هذا لن يضيع. بس اللي احنا نبغاه منك انك انت تبقينا على اطلاع اول باول، انت على الهوى، الكل يسمعنا، وزارة التعليم تسمعنا، والكل يعرف ما حصل. انت ذكرت قصتك ونسختك من القصة، وذكرت بأن مدير المدرسة لم يتعاون ولم يتجاوب معك، فبالتالي كل اللي نبغاه منك انك تبقى على تواصل معانا، وباذن الواحد الاحد حقك راح يجيك والحق راح يجيكم بمشيئه الله عز وجل. الله يرحم واحسن الله عزاكم، وشكرا جزيلا لك. مشاهدينا تغريدات على السريع خلونا نشوفها قبل ما نختم الحلقه.
شيء مؤلم، أرواح أولادنا ما هي لعبة، هذه أحد التغريدات اللي إحنا اخترناها وعرضناها لكم أيها السادة المشاهدين، فعلا شيء مؤلم. كان معكم عزام العبيد، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.